السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة إلى كل مشاهدي قناة جواد بالحاج. اليوم سوف أقدمكم درسا جديدا يخص هواتف ألكاتيل، وكما تشاهدون أمامكم في الشاشة هذا البرنامج قد تطرقنا إليه في درس سابق، وهو ألكاتيل موبيل أبجراد إس. هذا البرنامج يساعد في تفليش هواتف الكاتيل، كما ترون اوتيل دو ميز نيفو الكاتيل موبيل. هو برنامج جد صغير، لا يتعدى حجمه 10 ميجا، ويقوم بوظائف كثيرة للهواتف. الجديد في هذا الاصدار وهو اصدار 439، ويختلف عن الاصدار 406 بإضافة عدة هواتف، كما ترون قد يصل عدد الهواتف إلى 78 هاتف. بالمقارنة في القديم كان هناك فقط هواتف قليلة قد لا تتعدى 13. كما ترون هذا البرنامج يضم الكثير منه هواتف جديدة، وكلما تضغط على نوع من الهاتف يعطيك صورة الهاتف التي تريد تفليشه. وكذا سوف تجدون الشرح في الدرس السابق الذي تجدون رابطه أسفل الفيديو، وكذلك سوف تجدون البرنامج لتحميله أسفل الفيديو. إن كان يهمكم الأمر فسارعوا إلى تحميل هذا البرنامج وتجربته، فهو جد سهل، ما عليك إلا الضغط هنا وثم قراءة هذه التعليمات جيدا واتباع التعليمات، وكذا سوف يتم تفليش هاتفك بكل نجاح والشرح في الدرس السابق. أرجو أن تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس. لا تنسونا بالاشتراك والإدلاء بآرائكم وتعليقاتكم فيما يخص هذا الدرس، ولا تبخلوا علينا بإعجاب بهذا الدرس إن لاقكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في لقاء جديد مع درس جديد إن شاء الله.